مبشرين ومنذرين. موسى الكريم ربي اصطفى نداه في طول سنين، أوحى له يلقي عصا بالمعجزات في كل حين. من فرعون ومن والاه نشأ رب العالمين، علمنا درسا سماه إن معي ربي سيهدين. تآنس بذكر الله في القلب والحاشا، عساك بذكر الله تبلغ ما تشاء. أيا ذاكر الرحمن نلت أمانه، ويا غافلا والقلب في ظلم الحشا، يقول إله العرش جل جلاله لعبد نشاه في العناية فانتشى. تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تصويري ولي فعل ما أشاء. تقلبك الأفلاك في البطن حكمة، وأسبلت ستران ولي فعل ما أشاء. تآنس بذكر له في القلب والحشا، عساك بذكر الله تبلغ ما تشاء. أيا ذاكر الرحمن نلت أمانه، ويا غافلا والقلب في ظلام الحشا. السلام عليكم ورحمة الله. على ذكر الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آبائه آدم ونوح وإبراهيم وإخوانه موسى وعيسى وجميع المرسلين، وعلى عباد الله الصالحين. لو نتذكر كل واحد منا يتفكر كم أخذ على نفسه من عهد، قد كم قطع من مواثيق مع أشخاص، حتى مع الله عز وجل بتتعاهد مع ربي بيشتغل من حاجة، ثم تجد نفسك أنك قد أخلفت موعدك وقد نقضت عهدك. نحن في طبعنا نحن البشر ننقض العهود، ولكن ثم عهود كبيرة جدا ومواثيق مع الله لا يجب أن ننقضها. هذا ما رأيناه المرة السابقة مع قوم موسى عليه السلام حين أخذ الله عليهم الميثاق. فينطبق علينا وعليهم قول الشاعر، وشعر ذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كعب بن زهير بن أبي سلمة، وقصيدة معروفة اسمها بانت سعاده، فيقول: وما تمسك بالوصل الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل. صور غربال تحط فيه الماء. كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. عرقوب ذي هو واحد من العماليق مشهور بنقضه للعهود. محل الشاهد إذن هو ميثاق قوم موسى الذي أخذه الله عليهم، وجبل الطور فوق رؤوسهم. قلنا: هل سيوفون بهذا العهد والميثاق أم سينقضونه؟ وما هي الدروس؟ فإذا في الدرس مش في القصة، مش في الأشخاص هذوما، فإذا في الدرس نأخذوه من قصة الميثاق نتدبرها مع أخينا عبد الكريم الطرابلسي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. شكرا أخي رفيق أخي صهيب. مرحبا بك. إن شاء الله ربي يتقبل منا في شهر القرآن في ذكرى نزول القرآن. إن شاء الله ربي يوفقنا في هذه الليلة المباركة في هذا اليوم المبارك في كامل هذا الشهر يا رحم الراحمين يا رب العالمين. سنقارن اليوم بين ميثاق قوم موسى عليه السلام وميثاقنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نقارن بين ميثاقهم هما وميثاقنا نحن، ولا غرابة علاش في ذلك في هالمقارنة هذه، لأنه الأصل واحد، الأصل واحد والرب واحد سبحانه وتعالى. ونتعرض قليلا إلى ما جاء في هذه الوصايا العشر اللي موجودة عنا، ثم نأخذ العبرة من إخبار القرآن عن نقض الأقوام السابقة لمواثيقهم. جزاك الله خيرا أخي عبد الكريم. ومعنا كما دينا الشهر هذا كل بارك الله فيه مشكور خونا صهيب الحلبي. اهلا وسهلا اخي رفيق، اهلا وسهلا اخي عبد الكريم، يا مرحبا بكم بالسادة المشاهدين. قولوا اهلين وسهلين. اهلا وسهلا ومرحبتين بهالأمة والعين. اهلا وسهلا، ان شاء الله شهية طيبة وكل عام وانتم بخير. وقلت سبحان الله يعني ان كل شيء خلقناه بقدر، ومن اقدار الله سبحانه وتعالى اني سخركم سبحان الله للحديث عن سيدنا موسى وعن هذه القصه وعن هذه العبره. اسال الله سبحانه وتعالى انه يجري الخير على ايديكم ان شاء الله، وان شاء الله ربي يقضي حوائج الناس اللي عم بتشوفنا هلا وعم تسمعنا، وصيام مقبول وافطار شهي ان شاء الله. امين يا رب العالمين. شكرا اخي صهيب على وقتك اللي سخرته لنا وسعدتنا بتفرغك الكامل خلال هذا الشهر وابتسامتك التي لا تغادر محياك وبأناشيدك الجميله. الله يخليك. واعطينا الان ابتهال من عندك، يعني شعرك، شعرك او قصيده من القصائد اللي لحنوها لك وغنيتها. نحن في عنا ان شاء الله قصيده على رمضان سجلناها ان شاء الله، حسمعكم اياها. رمضان هالهلال نورنا واشتقنا له، اعملنا باستقباله. رمضان رحمه وحنان يدينا، يمحي اللي باقي فينا من ذنوبنا ويهنينا. رمضان تلقى النفوس فرحانه وقلوب مليها ايمان، شهر الصيام وفانا بالرحمة والإحسان. حبايبنا من حوالينا والبسمة مالية عينينا والعتق من برينا، نورتنا رمضان. رمضان هالهلاله نورنا واشتقنا له، أعملنا باستقباله. رمضان رحمة وحنان يدينا، يمحي اللي باقي فينا من ذنوبنا ويهنينا. رمضان يا رب بارك لينا واحفظ لنا الأوطان، بارك لنا في أهالينا والصحبة والجيران. حبايبنا من حوالينا والبسمة مالية عينينا والعتق من برينا، نورتنا رمضان. إن معي ربي سيهدي. أخذ الله عز وجل ميثاق قوم موسى عليه السلام. قلنا قوم موسى هم بنو إسرائيل، بنو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب، حين كان الجبل فوق رؤوسهم، إذن تحت القوة متاع معجزة ربي عز وجل. وتأملنا هذا الميثاق في سورة البقرة، قلنا فيه 10 بنود. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، كلام حسن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه 8 الأولى، ثم توليتم إلا قليلا منكم. سبحان الله، التعميم تعتيم، إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، هذه 10. فهذه 10 بنود تفكرنا بالليديس كوموندمون، الوصايا العشر اللي يعرفوها أهل الأرض قاطبة، وخونا عبد الكريم شكلمنا عليها. صحيح أخي رفيق، كلمة الوصايا العشر مشهورة ومعروفة برشا عند اليهود والنصارى، وهي تلخص مكارم الأخلاق والدين والمروءة. نأخذ الوصايا العشر هذه بإجمال اللي هي موجودة في التوراة، يعني بتاخذوها كما هي موجودة. أولا الوصايا تجاه
المولى سبحانه وتعالى، لا يكون لك آلهة أخرى أمامي. اثنين، سبحان الله، نعم. مهمة جدا. نعم. لا يكون لك آلهة أخرى أمامي. فماش يعني ثلاثة ما فماش، فما إله واحد. هذا الكلام ما يخدم يعني موجود في الكتاب عنده. لا يكون لك آلهة أخرى أمامي. اثنين، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة إلى آخره. ثم يقول لا تسجد لهن ولا تعبدهن. إذن هذا متعلق بالوصاية وجه المولى سبحانه وتعالى. ما زلنا ثلاثة، لا تحلف باسم إلهك باطلا. يعني مش يعني حبي يقول أنه إذا كان تقسم تقسم بالله، نعم، ولكن لا تقسم باسم إلهك باطلا. أربعة، أذكر يوم السبت لتقدسه. هذا نعرف أن يوم السبت هو يوم مقدس عنده. وإحنا يوم الجمعة. نحن يوم الجمعة الحمد لله، ونصار يوم الأحد. إحنا اثنين عنا الوصايا تجاه الأقارب تو عنده بالنسبة لهم، أن يقول تجاه الله عز وجل، علاقته بربي، ثم تجاه الأقارب. خمسة، يقول في الوصية أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إله. يعني هنا وصية من بالإحسان، من أراد أن ينسأ، نعم، في عموره فليصل رحمه. الإحسان للوالدين ولصلة الرحم بصفة عامة. ثالثا، فما وصايا القسم الثالث وتجاه المجتمع، خاصة الوصية السادسة اللي هي لا تقتل، الوصية السابعة اللي هي لا تقتل، وتون نتحدث فيها على مسألة القتل هنا. أيضا سبعة، لا تزني، الزنا محرم في الأديان كلها. ثمانية، لا تسرق، كذلك هذه وصايا موجودة في التوراة. تسعة، لا تشهد زور، ربي يجيرنا من شهادة الزور. أمين. ومن أثامها. عشرة، لا تشتهي بيت قريبك، يعني لا تشتهي امرأة قريبك ولا شيئا مما حسد لقريبك، يعني لهذا يدخل في إطار الحسد. نعم، ونعم، الله بي بعض على بعض. سبحان الله. وحلقة اليوم اسمها فبما نقضهم ميثاقهم، والبشرية كلها إلا من رحم ربك على الأقل فيما يتعلق الأمر بجانب الدم وسفك الدم اللي موجود هنا. لا تقتل، نجد أنه نقضت هنا نقضت الميثاق، ميثاق سفك الدم، ونشوفه اليوم أنه الهرج موجود كثيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي عافانا. أخويا سهيب يقرأنا الآية ويعرفوها، عديد الناس يعرفوها، هذه فيها تحريم قتل النفس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. جزاك الله خيرا. من قتل نفسا بغير نفس، الإنسان له نفس واحدة، روح واحدة، حياة واحدة. إذا حرمته هذه الحياة قد احتقرت الحياة، احتقرت الحياة والروح اللي حطها ربي في سر الحياة. وإن أنت أعطبت هذه الحياة فربي سبحانه سيعطب حياتك، ويولي واحد قتل نفسه اسمه هو يقتل، ولد عمه يقتل هذا، تولي قبيلته هو، يولي حزب هذا يقتل هذا، واذا به تقتل الناس جميعا. وهذاك ايش صاير؟ اللي بدا الاول اللي هو ولد سيدنا ادم قتل اخوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل اثم اللي قتل انسان الى يوم القيامه، خاطر هو بدا بالقتل. فهذا ردوا بالنا، وبطبيعه باش نكونوا واضحين، قتل النفس لا يجوز الا قصاصا. ايش معناها قصاص؟ انسان قتل، خاطر بعض الدول يقولوا لا ما يحبوش الاعدام، يجي واحد يقتل صغيرات ويدخل عليهم تعهبيل يدخلون في مدرسة يقتلهم، يقولوا لا ما نقتلوش، خليه 7 سنين سجن يخرج ويعاود يعمل مرة أخرى. لا، القصاص نعم، أمر القصاص ما يقوموش به الأشخاص، يقوم به ولي الأمر، الحاكم هو اللي يقتص وينفذ حكم الإعدام في القاتل. وشوفوا رحمة الإسلام، لو فرضنا إنسان قتل إنسانا فالأصل أنه يقتل، ولكن لو أهل القتيل يقبلوا الدية لا يقتل القاتل. سبحان الله، شوف رحمة ربي، يعفو عليه، هذا كل رحمة من ربي باش ما تقتلش نفس. شوفوا ربي كم هو حريص على حياتنا، اسمه الرحمن الرحيم. صحيح أخي رفيق، وهنا الحاجة قلناها قبل اللي هي الأمور اشتباه. هنا فيما يتعلق الأمر بالميثاق، ميثاق بني إسرائيل اللي تحدثنا عليه قبل كشوية، إلى 10 البنود هذه، كذلك أحنا بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عنا أيضا هذه المواثيق العشرة اللي هي موجودة في سورة النساء. هذه البنود اللي هي مشابهة في الحقيقة على الأقل في العدد، باش تبدأ في العدد وباش بدأت أيضا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واحد. اثنين، وبالوالدين إحسانا. ثلاثة، وبذي القربى. أربعة، واليتامى. خمسة، والمساكين.
أيضا الوصية السادسة والجار ذي القربة، الوصية السابعة والجار الجنب، الجار ذي القربة والجار الجنب، مادام ربي سبحانه وتعالى أذكرهم مختلفين ففما فرق بيناتهم. الجار ذي القربة الجار يكون منك، والجار الجنب قيل أيضا هي الزوجة، أيضا قيل الجار الجنب هي الزوجة، أيضا الجار الجنب نعم، والزوجة قال والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب أيضا هي ثمانية تسعة، وابن السبيل أيضا عشرة، وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فما تكونش ما تمشيش بطر ورياء وبالعجب، هذا أيضا هي من الوصايا اللي ذكرها ربي سبحانه وتعالى. تبدأ باش بديدا هنا في الوصايا هذه، كما في الوصايا بالنسبة لبني إسرائيل بدأت بعبادة الواحد الأحد وعدم الشرك والإحسان للوالدين، كذلك موجودة الوصية هذه كما في سورة النساء، ثم الدائرة الموسعة للإحسان اللي هي من الوالدين توصل للأقارب واليتامى والمساكين وأيضا الجيران، وأيضا هنا الغني اللي يكون في بلاده يكون فما فقير فانه يحسن له، ابن السبيل نعم ابن السبيل كذلك، ابن السبيل نقولوا نحن يكون غني في دارهم نعم، يجي البلاد الناس يولي ابن السبيل اللي ينتقل من مكان لمكان وقحنا نطيح به مثلا في البلاد هذيك يكون غريب فنعاونوه ايضا. والجار اللي وصى عليه مش حنقول الجار وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بل وصى عليه ربي سبحانه وتعالى كما في هذه السوره، وصى عليه جبريل حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ظننت انه سيورثه. ايضا الجار القريب حقان، عنده حق الجوار وحق صلة الرحم، لأنه ممكن يكون جارك هو جارك وفي نفس الوقت قريبك، فيكون عندك عليه حق. أول حاجة حق اللي هو أخوك في الإيمان وخوك في الإسلام، ثنين حق اللي هو جارك، ثلاثة حق اللي هو قريبك، وحتى إذا كان جارك هذاك ما هوش مؤمن يعني ما هوش مسلم كيف كنتي فعنده حق الجيرة أيضا، هذا من حقوق اللي يزمك تأديها له. بارك الله فيك. هناك أيضا من قارن الوصايا العشرة متاع التوراة بآية في سورة الأنعام، حتى هي فيها 10 بنود سبحان الله، ويقول لك القرآن اسل عليه الكرارة اللي يكرروه يحفظوا هذه القمارات. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هاي نحسبوهم، ألا تشركوا به شيئا، اثنين وبالوالدين إحسانا، ثلاثة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، أربعة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فواحش كل ما متعلق العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. كان عندكم عقول؟ هذه هي راهي تعيشكم في مجتمع سليم من الآثام ومن مصائب والجرائم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ثمانية وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. شوف العلاقة التجارية حتى في الميزان وكيفاش توزن الناس مش ما تخسرش الميزان. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، اختكلم كن عادل، مش خاطر خوك تجي معاه وتجي ضد مش خوك، لا لازم ديما تكون عادل في كلام. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، توفي بعهد ربي. هذه التسعة. ثم البند العاشر ويتلو علينا أخونا صهيب. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم، تقولها 17 مرة في الركعات المفروضة في اليوم حتى تشد في ثنية ربي سبحانه، ورد بالك تبعت ثنية أخرى راهي ما توصلك، راهي ربما توصلك إلى ما لا تحمد عقبه. صحيح أخي رفيق، أخبرنا القرآن الكريم أنهم نقضوا الميثاق، واللي نقضوا الميثاق هنا استحقوا اللعنة من الله عز وجل، وكانت نتيجة نقض الميثاق هي قسوة القلوب، قسوة قلوبهم ولا حول ولا قوة. كان إنسان ما يعبدش ربي سبحانه، كان إنسان ما يكرمش أمه وأباه، كان إنسان ما يحسنش العلاقة مع الجيران، يقسو قلبه. وذلك علاش ربي قال كلا برانا على قلوبهم كذلك، لأنه كثرة الذنوب وكثرة المعاصي تؤدي إلى قسوة القلب. إذن عقوبة نقض الميثاق بما نقض. وذلك تصديق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقربوا الفواحش هي الآية ما ظهر منها وما بطن، أي مثلا كما الحديث كما يقول من حام حول الحمى
وجهك ويرتع فيه، ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا نعم. إذا صلح القلب صلح سائر العمل يعني. نعم. سبحان الله بالعبادة يعني. نعم. نعم. وما أروع ما دنته به الآية في قمة الحلم والأمر بالصفح، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال. كأنه يقول علينا احنا توا. نعم. ولا تزال تطلع نسوا حظا مما ذكروا به. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. لكن يبقى السؤال هنا أخي رفيق، لماذا يذكر الله عز وجل هذا النقض الميثاق؟ معلش ربي يذكرنا النقض الميثاق واحنا نقراه في القران. اذا امه محمد صلى الله عليه وسلم هي اكثر ناس قاعده تقرا، صحيح غيرنا يقراه في القران لكن احنا اكثر ناس قاعدين نقراه فيه. اذا الخطاب موجه لينا، علاش؟ استدل على ما سيكون بما كان من قبل، فان الامور اشتباه كما ذكرنا في اكثر من مره، حتى نعلم ما سيكون في قادم الايام ونعتبر بقصص الذين سبقونا، وحتى نكون دائم الاستعداد ان نراه لما تنقض الميثاق فما هي النتيجه والنهايه. قسوة القلوب كان ناخذ الميثاق، قسوة القلوب كان نضيع الاخلاق، فسدت المعاملات. وبالفعل قد نقض بنو اسرائيل عهودهم كما نقضت الامم من قبلهم، وكما باش تنقذ امه محمد صلى الله عليه وسلم لولا يتداركها الله برحمه منه. خاطر ربي سبحانه امه محمد اعطاها ديما ثم منظومه نتاع تجديد، كل 100 عام ربي سبحانه يبعث على راس هذه الامه شكون يذكرها بالقران او يذكرها بدينها. وذاك علاش بفضل الله الامه هذه راهي ما تموتش، الامه هذه ديما ديما حيه. اخذ الله على بني اسرائيل ميثاق ان يقيموا الصلاه فضيعوها. واسال اليوم المساجد نتاعنا، صلاه الصبح اليوم، صلاه الصبح صفة ونص والمساجد كلها هذيك هي، شوف شكون يسكنوا حول المسجد، الاف عشرات الالاف، واللي يصليوا قليلون، واللي يصليوا الصبح اقل. أخذ الله على بني إسرائيل ميثاق أن يؤتوا الزكاة فمنعوها، فماذا فعلنا نحن؟ سايبين المساكين متاعنا، ولا يؤمن من جاره يبيت جوعان وهو شبعان ويعلم. معظم الآيات تاع الميثاق تخص هذه العلاقات، وتولى بنو إسرائيل عنها كما تولينا احنا، احنا بيدنا هذاك صار. الأصل هم يقولوا سمعنا وعصينا، ما هو قوم موسى خذا عليهم ربي الميثاق قالوا سمعنا وعصينا، احنا ما نقولوهاش بصراحه ولكن نعمل فيها نطبقوا فيها، يسمع الايه وما يطبقهاش فكانه سمع وعصى. حين ترى انهم هم نقضوا العهود ونحن ماشيين في الثنيه هذيك، راه باش يصير لنا كما يصير لهم، باش نوليو منبوذين وليو اخر امه في الامم لو نواصل على هذا النقض. اش عندك اخويا عبد الكريم؟ أخذ الله على بني إسرائيل ميثاق، نزيد نركزوا على الميثاق، أنهم مش يحسنوا إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين، لكن هما ربي خذ عليهم الميثاق هذا، لكن ما كان منهم إلا أنهم قطعوا الأرحام وأساءوا إلى المحتاج. وكذا اليوم نشوفوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيفاش أنه إخوة خو ما يكلمش خو، كيفاش أنه الابن يعاقبوه ويعاق أمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك نشوفوا حال الفقراء، الإنسان يبات شبعان وجاره معناتها يكون ما عندوش ولا يكون ناقص. قولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا كذلك. فأيضا هذا ميثاق آخر، أنه الكلام البذيء اللي اليوم يكاد أنه يعني يخدش تشهرنا به في يعني كل مكان، لا حول ولا قوة إلا بالله، تخرج تحت يعني تستحي تمشي المكان اللي تسمع كلام بذيء فيه، ما عادش تقدر تخرج ومعك بنتك ولا زوجتك. وعندنا ميثاق اسمه قولوا للناس حسنا، راهي هذه الفائده، راهي هذه اهم حاجه في القصه، انك تشوف تطبيقاتها على زماننا نحن، وكيف نقضنا هذه العهود وكيف نسينا ما امرنا الله عز وجل به. يلزمنا نقول سمعنا واطعنا، والحمد لله عندنا شفتوا البرنامج هذا وبرامج دينيه الاخرى والقناه هذه والقناه الاخرى، القنوات الاخرى كلها راهي في مصلحه هذه البلاد وهذه الامه، راهي ترفع لنا شاننا وتصلح لنا شاننا وتذكرنا، فان الذكرى تنفع المؤمنين. يرد لنا اخونا عبد الكريم آية فيها سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا وتهنى، حتى كان صعيب شوية سيفتح الله عليك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. شفنا اليوم بعض بنود العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني إسرائيل حسب ما أخبرنا القرآن الكريم، قارناها مع الوصايا العشر وتحققنا أن الإله واحد والحمد لله أن نفس المواثيق ونفس العهود، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم سائرة في درب في ثنية الله لا يقدر اللي اخذاه الأقوام السابقة من نقض العهود، نحن على ذلك سائرون إلا من رحم ربك، ولذلك نحن ندرس سيرة الأولين حتى يعتبر الآخرون. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وإلى الله المصير، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. غدوة إن شاء الله بقية المناجات بين موسى عليه السلام وربه، شنو صار في هذه المناجات، كلمة قالها ربي سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم لا تجعل عيشنا كدا ولا تجعل دعاءنا ردا ولا تجعلنا لسواك عبدا واجعل لنا من لدنك يا رحمن ودا. اللهم بارك لنا أجمعين واهدي لنا البنين وارحم الوالدين أمواتا وحيين واختم لنا بجنة النعيم. شكرا على تواصلكم على صفحة إن معي ربي في فيسبوك. شهية طيبة، دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأنبياء نور الحياة جاءوا بالحق المبين، سيرتهم حبل النجاة مبشرين ومنذرين. موسى الكريم ربي اصطفى نداه في طول سنين، أوحى له يلقي عصا بالمعجزات في كل حين، من فرعون ومن والاه نجاه رب العالمين. علمنا درسا